وطيب نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم ادمن بيج مجانين الكروشيه والشوكو. ويا بلش ما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والنهارده جايبه لكم غرزه 3 دي تحفه. الغرزه صيفي وشتوي وليها استخدامات كتير. ممكن تعملي منها بلوزه، ممكن تعملي منها بلوفر، ممكن تعملي منها جاكيت صيفي او شتوي، ممكن تعملي منها كبرتايه اطفال او بطانيه اطفال، ممكن تعملي منها شنطه، ممكن تعملي منها ركن الكنب، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها شال مستطير. ليها استخدامات كتير. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه؟ في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه، بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زر احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجي لك الجرس، ودوسي على الجرس واختاري منه الكل عشان اي ورشه انزلها يجي لكم اشعار بيها. وكومنت حلو برده عشان ايه، بحب اتدلع. وما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شغل اخوتنا النهارده. هيمالايا افري داي وابره رقم 4. هنعمل عده البدايه، وطريقه الغرزه النهارده برضو هعملها بالطريقه بتاعتي. للبنات الجديده معانا في القناه وما تعرفش الطريقه بتاعتي، في صندوق الوصف هتلاقي فيه فيديو باسم بتحب الكروشيه. طب تعالى اقول لك اول سر من الاسرار، اتفرجي عليه هتعرفي الطريقه بتاعتي. خلاص انا هشتغل مجموعه من السلاسل من غير ما نعدها ولا اي حاجه، بطول حوالي 15 سنتي. عملت سلاسل بطول حوالي 15 سنتي، نبتدي الغرزه على طول بقى. هحدد اخر سلسله وقفت عندها، تمام، واعمل 3 سلاسل، 1 2 3. الثلاث سلاسل دولت ارتفاع عمود، وهنحسبه ايه؟ عمود، تمام. واخد لفه اخش في السلسله اللي محددها اللي هي الرابعه واعمل عمود، يبقى كده اتنين عمود. اخد لفه وفي غرزه جديده، ادي العمود الثالث، لفه في غرزه جديده العمود الرابع، لفه في غرزه جديده العمود الخامس. يعني ابتدينا بخمس عواميد منهم الثلاث سلاسل وغرز الارتفاع، تمام. هاخد لفه افوت سلسله، السلسله اللي وراها اشتغل فيها عمود، ثلاث سلاسل، لفة، وفي نفس الغرزة عمود، غرزة حرف البي، تمام. واخد لفة افوت سلسلة من تحت، ومن السلسلة اللي وراها ابتدي ايه، خمس عواميد متتالية. ادي اول عمود لفة في غرزة جديدة، العمود التاني لفة، اللي ادي العمود التالت لفة، ادي العمود الرابع لفة، ادي العمود الخامس. بالشكل ده خلاص عملت خمس عواميد متتالية. اخد لفة افوت غرزة، الغرزة اللي وراها اعمل حرف الفي، ادي عمود، ثلاث سلاسل، وفي نفس الغرزة عمود، ونمشي كده. افوت غرزه وبعدين اعمل خمس غرز متتاليه عواميد، وبعدين افوت غرزه وبعدين اعمل حرف الفي، ونفضل ماشيين كده لنهايه السطر. وصلت لنهايه السطر، ونهايه السطر يبقى معايا خمس عواميد متتاليه زي ايه، اول السطر كنا ابتدينا ايه بخمس عواميد، وحرف الفي غرز حرف الفي في المنتصف، تمام كده. انا في نهايه الشغل اتبقى معايا ايه، سلسله. وانت زي ما يطلع معاكي من السلاسل في صندوق الوصف هحطلك فيديو، في الفيديو دوت شارحه فيه ازاي تفك الغرز معاكي اللي بتبقى معاكي بكل سهوله. وكده عملت الغرزه بتاعتي من غير ما احسب لها بتقبل القسم على 6 زائد 3 ولا بتقبل القسم على 4 زائد 2 كده يعني، تمام كده. السطر الجديد بقى هطلع بالثلاث سلاسل، 1 2 3. الثلاث سلاسل دولت اكنهم اول عمود، واخد لفه، مش هشتغل في اول غرزه، اول غرزه ديت القائم عليها الثلاث سلاسل اكنهم عمود، تمام. الغرزه اللي وراها اعمل كده العمود الثاني، وفي الغرزه اللي وراها هعمل العمود الثالث، تمام كده. واخد لفه هفوت غرزتين خلاص، وبعدين هنا حرف الفي اهو، هاجي عند اول عمود في حرف الفي اعمل عمود امامي اللي انا اهو دخلت الابره من قبل العمود وهطلعه من بعد العمود، واشتغل عمود امامي او بريد امامي، تمام كده. وبعدين اخد لف في الفراغ بتاع حرف الفي، السلاسل الثلاث سلاسل هخش في الفراغ واعمل خمس عواميد، ادي 1 2 3 4 5.
تمام كده، وبعدين العمود التاني بتاع حرف ال V اخد لفة واعمل برضو عمود امامي او بريد امامي، هدخل في الفراغ اللي قبل العمود واطلع في الفراغ اللي بعد العمود واعمل عمود امامي او بريد امامي، هو اسمه كده او كده، عمود امامي او بريد امامي، خلاص بالشكل ده. وبعدين اخد لفة، هنا كان في 5 عواميد، خلاص هفوت غرزتين في الغرزة التالتة اللي في المنتصف هخش فيها واعمل عمود بالشكل ده، تمام، واخد لف هفوت الغرزتين. وبعدين هنا حرف الفي، نروح لحرف الفي، اجي في العمود الاولاني في حرف الفي اعمل عمود امامي واخد لفة في الفراغ بتاع الـ3 سلاسل اعمل 5 عواميد، ادي 1 2 3 4 5، تمام كده، واخد لفة العمود التاني بتاع حرف الفي برضو اعمله عمود امامي بالشكل ده، تمام كده. وبعدين اخد لف، هنا في ايه؟ الـ5 عواميد، افوت غرزتين وفي الغرزة التالتة اللي هي في المنتصف اعمل عمود بالشكل ده، واكرر اروح هنا عند حرف الفي اعمل عمود امامي 5 سلاسل عمود امامي، وبعدين نمشي كده بقى بنفس الشكل لاخر السطر. خلصت اخر مجموعة حرف الفي اهو، اشتغلت فيها، عملت الاول بريد امامي او عمود امامي 5 سلاسل عمود امامي، خلاص اخد لفة، هنا في 5 عواميد، هفوت غرزتين وبعدين في العمود الثالث في الغرزة بتاعته اعمل عمود لفة، العمود الرابع اهوت في الغرزة بتاعته اعمل عمود، وبعدين هنا في سلاسل الارتفاع هعمل في السلسلة الثالثة العمود الثالث بالشكل ده. يبقى احنا كده انتهينا بـ3 عواميد، وهنا كنا ابتدينا بـ3 عواميد، تمام كده. السطر الجديد هطلع بـ3 سلاسل، 1 2 3، والف الشغل، الـ3 سلاسل دولت اكنهم عمود، تمام، اخد لفة، مش هنشتغل في اول غرزة، الغرزة اللي وراها هنا هنعمل ايه؟ العمود التاني، لفة، العمود التالت اهي في الغرزة بتاعته نعمل العمود التالت بالشكل ده، تمام. وبعدين اخد لفة هفوت غرزة، الغرزة ديت اللي هي كانت بتاع العمود الامامي، تمام. بعديه في 5 ايه كنا عاملين في قلب الفراغ 5 عواميد، هنطلع فوقيهم 5 عواميد، يعني هنسيب اول غرزة وبعدين نشتغل، ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود، تمام. وبعدين هنفوت غرزة، الغرزة ديت اللي كان فيها ايه؟ العمود الامامي بتاع حرف الفي التاني، تمام. وبعدين هنا هنلاقي العمود اللي ايه كنا عاملينه في المنتصف، هعمل هاخد لفة واشتغل في غرزة حرف الفي اللي هي عمود 3 سلاسل وفي نفس الغرزة عمود دوت، يعتبر تكرار السطر الاولاني، تمام كده، دوت ظهر الشغل، تمام. وبعدين اخد لف هفوت برضو اول غرزة اللي هي ايه كانت عمود امامي واشتغل 5 عواميد متتالية، ادي 1 2 3 4 5 بالشكل دوت، اخد لفة هفوت برضو غرزة اللي هي ايه كان حرف الفي شغالين ايه اول حرف الفي عمود امامي، خلاص. وبعدين هلاقي العمود اللي كنا عاملينه في المنتصف اشتغل فيه حرف الفي اللي هو ايه عمود 3 سلاسل وفي نفس الغرزة عمود بالشكل ده، ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. اعتبر وصلت لنهاية السطر وعملت اخر 5 عواميد، خلاص انا كنت بادئة اللي هما 5 عواميد دولت اللي كانوا في ايه في حرف الفي، خلاص انا كنت بادئة 3 عواميد وبعدين الـ5 عواميد اللي فوق حرف الفي، خلاص هنا خلاص وصلت لنهاية السطر اللي عملتها 5 عواميد اللي فوق حرف الفي، اخد لفة افوت غرزة برضو
ودي اول عمود، تاني عمود، وتالت عمود في غرز الارتفاع في الغرزة التالتة بالشكل ده. تمام، وكده انتهينا من السطر. السطر الجديد بقى هطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، والف الشغل. تمام كده، التلات سلاسل ايه اكنهم اول عمود، وهنا تاني عمود، وفي الغرزة اللي وراها تالت عمود بالشكل ده. هاجي هنا هلاقي ايه؟ الخمس عواميد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هفوت اول غرزتين، وفي الغرزة التالتة اللي في المنتصف اعمل فيها عمود بالشكل ده، وبعدين اخد لف هفوت غرزتين، وبعدين هلاقي حرف الفي، هكرر هاجي هنا اعمل عمود امامي. تمام كده، وبعدين لفة، خمس عواميد في الفراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس، وبعدين هلاقي العمود التاني بتاع حرف الفي اعمله عمود امامي. تمام، واخد لفة، هلاقي هنا في ايه؟ خمس عواميد، افوت اول غرزتين، والغرزة التالتة اللي هي في المنتصف اعمل ايه؟ عمود، واخد لف، اجي هنا هنلاقي حرف الفي، هاجي اعمل عمود امامي، وبعدين خمس عواميد في الفراغ، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس، وبعدين هنا حرف الفي العمود التاني بتاعه اروح عامل عمود امامي بالشكل ده. ده كده يعتبر تكرار ايه؟ السطر التاني. ونمشي كده لنهاية السطر، والغرزة بعد كده كلها تكرار. وادي بعد ما طلعت لكم كام سطر بالغرزة عشان تبان، بصوا هو هتلاقوا ايه، نقلة فيها غرز حرف الفي اربعة، ونقلة فيها تلاتة، يعني هنا كان ادي واحد اتنين تلاتة، بعد كده النقلة اللي جاية هنا في العواميد هيتعمل ايه؟ حرف الفي، ادي هيبقى ادي واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده. الغرزة شكلها حلو، فيها غرز شغل بارز، عطي شكل جمالي للغرزة. ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة ومفيدة. ولو عجبتكم ورشة النهاردة ما تحرمنيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مرة تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.